سبحان الله كم هو لطيف ربنا عز وجل. تعمل عمل خير نهار تاني ما بتلاقي كأنه مسك وانتشر هالعمل، ناس كلها تسميت فلان عمل هيك، فلان تصدق، فلان بنى، فلان عمل عمل إنساني. نعم، كل الناس تتناقل خبرك. لنفرض أنك غلطت، ارتكبت لك شغلة محرمة، شوف ستر الباري عز وجل، شوف ستر الباري عز وجل. هذا سأل رب العالمين، يعني سبحان الله سبحان الله. أنا أحب دائما أن أقول سبحانك ربي سبحانك ربي ما ألطفك بي، سبحانك ربي ما أرحمك بي، سبحانك ربي ما أكثر تفضلك علي، سبحانك ربي ما أكثر إحسانك إلي. نعم، سبحانك ربي كم أنت حفي بي. هلا كل واحد منا بيشعر بهالشيء. عمل عمل خير الدنيا كلها تبتحكي عن عملك، تغلط بشي شغلتين ثلاثة ما حدا بيعرف شيء، بيسترك ويوم القيامة كمان بده يسترك، مو هيك؟ يوم القيامة ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقف الرجل بين يدي الرجل، يعني واحد من مليارات الناس تار كلهم بيشهد، فيذكره الله بمعاصيه، تذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب، بيذكره فيها. أتذكر المعصية التي فعلتها يوم كذا؟ نعم يا رب. يقول هذا بينه وبينه، نعم، يدني كنفه عليه، بيقول له لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. يا رب العالمين طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، اجعل قلوبنا أوعية لحبك يا رب العالمين. يا رب زدنا رحمة بنا، زدنا إكراما لنا، زدنا تفضلا منك علينا باستجابتك لدعائنا وتحقيقك من رجائنا. أعد يا رب، أعد نعمة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا عاجلا يا رب غير آجل، فقد عيل صبرنا. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. يا رب أنت تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك بإيماننا بك، نسألنا بتوحيدنا لك، نسألك بثقتنا برحمتك وبيقيننا باستجابتك لدعائنا أن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.